الوغ اول حاجه بلا ما نقول لكم شنو كاين في الوصفه، اول حاجه كيخص كونيره تكون منظه. فهمتي منظه؟ هذا مصطلح سلاوي. منظه يعني مقرمله، وكاين فرق بين مقرمله ومنظه، راه كاين فرق، ولكن دابا حنا من بعد عاد نذكروا في المصطلحات. دابا المهم هذه كونيره منظه كتكون هكا، ناخذوا هذه واقيلا احسن. هذه راه ناخذ الو هذه الكونيره، هذه غادي نديروا بها ساندويتش احسن ساندويتش في العالم غنديروه دابا. يلا اذا هذه غادي نقسموها في النص. ها هي غناخذ نص كوميره والوصفه كما يلي. اذا المكونات ها شنو غيخصنا؟ غيخصنا واحد الفروماجه لافاج كيري هكذا، غتكون كتسمى فروماجا غدا ما جا في نص كوميره، وغادي خصنا واحد البيضه مسلوقه، ولكن قبل ما نسلقوها كيخصنا نمشيو بعدا نجيب واحد. ما عندناش البيض دابا، غادي نمشيو نشوفو تجي وجه واش عطاتنا شي بيضه. يلا هيا البيضه هيا كاينه، بسم الله شكرا. ها هي البيضه، ها البيضه ديالنا بلديه. دابا هاد البيضه خصنا نسلقوها، فهمتي؟ غادي نسلقوا هاد البيضه هادي باش غادي نزمتوها في هاد نص كوميره، يعني كتكون فروماجا غدا ما جا مزموطه فيها بيضه، وعاد غنزيدوا لها واحد التوابل خاصه. نمشيو نسلقوا هادي بعدا ونرجعوا. يلا واخا دابا في انتظار تسلقوا تسلق ديك البيضه ديالنا، غادي نديروا الوصفه ديال الساندويتش الثاني. الوغ بالنسبه لهاد الساندويتش الثاني ما كيخصش تكون الكوميره منظه بزاف، كتكون الكوميره طريه ولكن خصها تكون شي شويه فتيه، يعني هادشي راه علم علم بلاتي. فوالا ناخذ بحال هذه كتكون رطيطه شويه، ماشي مقرمله بزاف. تري بيان، ها هو نصيصها هو دابا، ها نقطعت نصيص. تري بيان، هذا غادي ندير فيها وصفه خاصه. هذه كتكون ساندويتش بالزبده، غير الزبده كدير الزبده هكايا هكا الزبده وكديرها في الساندويتش ديالك، وكيكون هذا الساندويتش مع الكاس ديال اتاي. والساندويتش الاخر ديال البيضه مزموطه في نص كوميره وفروماجا غدا ما جا، هذيك كتكون مع بواسون غازوز. يلا ومن الاحسن دير الزبده الطريه، يعني ماشي ديك الاخرى، هذه احسن. هذه الزبده هذه، يلا بلاتي انا نصبها في الكاميرا. ولكن لاحظ مزيان لي بيسور ديال الزبده كيخصها تكون يعني ماشي قليله، شويه تكون وافيه في هذا الساندويتش هذا. صافي هو وجد الساندويتش ديالنا، هاد الزبده وجد، غادي نخليوه دابا دو كوتي ونصابو له الكاس ديال اتاي في انتظار الاذان ان شاء الله. ها هو ناضي، ودابا غادي نطرقوا الوصفه الثانيه نكملوها ديال الوصفه ديال نص كوميره بالبيضة مسلوقة والفروماج. إذا غنبداو نوجدو الفروماج. هاهي الفروماج لافاج كيري، كتقطع هاكا من النص شتي من لهنايا باش كتجي ساهلة في الدهين. يلا ها الفروماجة ناضية، هاهي دهنتها هنا مزيان في هاد الكوميرا المنظة. تخي بيان، دابا كنتسنو البيضة مسلوقة توجد إن شاء الله، غتوجد مع المغرب. وبالنسبه للتوابل في هذا الساندويتش ديال البيض المسلوق والفروماج كيخص الكمون والملحه. طيب وبالنسبه للساندويتش الاول ساندويتش اوبر، يعني هذا غادي نخليوه هنايا، هو وجد ناضي كنديروه فيلم اليمونتير باش يبقى سخيخن مزيان، ونخليوه ها الاول ها هو هنا حتى المغرب ان شاء الله. حسن جدا. وتذكير هاد الساندويتش اوبور بالذات هاد الشكل هذا اللي شفتيو كيكون مع كاس ديال اتاي ماشي المناضه. حسن جدا، اتاي ضروري. سيداتي سادتي، ها البيضه بلديه وجدات، دابا غادي نقيوها باش غنوجدو هاد الساندويتش ديالنا هذا اللي سبق قلت لكم فيه الفروماج. حسن جدا، يلا نقيو هاد البيضه بعدا. ها البيضة وجدات، دابا هاد البيضة هادي غادي نديروها هادي هيدا
غنديروها في وسط الخبز هكذا، وكنديروا شويه الكمون وشويه الملحه، وغنوريكم العمليه كيفاش غادي تتم هذا. فوالا، اذا ها العمليه، كتقبط البيضه هذه ديالك كدير لها هكا في النص، تبع مزيان النص كدير ليه النص الاخر هنا، وكتفتت كتزمطها كتزمطها في وسط الخبز. هذا شي جات الساندويتش سميتو شنو سميتو؟ نص كوميره وفرماجه غدا مجا وبيضه مسلوقه مزموطه ولا بيضه مزموطه. يعني هذا بلاتي نزيدو شويه الكمون، كتزيد شويه الكمون شويه الملح، ويا سلام. ودابا بلاتي هذا هو وجد هاد الساندويتش بحال هذا، هذا اللي هنا ها هذه وجد خلاص فيه الزبده اوبر كيكون مع اتاي، وهذا الساندويتش ديالنا بالبيضه مزموطه هذا كيكون بالمناضه كما كانت المناضه، ديك المناضه تكون فيها الغاز. حسن جدا. ايوا دابا ها الساندويتش ديالنا الثاني تا هو في الفيلم اليمونتير، وغادي نحطوه تا هو هنايا في انتظار الاذان ان شاء الله. فوالا، تحياتي الى جميع الاصدقاء الاعزاء الشرفاء النزهاء.